ايوه، رجعنا لكم مره تانية. معانا النهارده 20 ام، هنتعرف عليهم دلوقتي وعلى الاسر اللي معاهم وعلى اولادهم اللي مشرفينا النهارده ومنورينا. ونبتدي كده، وتحيه كبيره قوي لماما اميمه درويش. اتفضلي. ازي حضرتك؟ فين يوسف؟ يوسف، شافوا اليوسف؟ عايز تقف جنبي ولا جنب ماما؟ لا انا هقف جنبي. جنبي؟ ماشي. منوراني. ربنا يخلي لك يوسف. ده جميل. شعرك حلو قوي. ميرسي قوي. عنده كام سنة؟ 18. كلمينا عنه شوية. يوسف بطل كبير، بطل سباحة، مثل مصر في إيطاليا وفي الإمارات، وبنعد للمنتخب اللي جاي إن شاء الله في أستراليا. إن شاء الله في أستراليا. إن شاء لسه بنعد. بتعرف تعوم كويس؟ أنا بقول لك إيه، ماما بتعرف تعوم كويس؟ لا ماما ما بتعرفش تعوم أصلاً. إيه ده؟ بعرف. وأنت ما علمتهاش ليه؟ ماما ما حقت ال ماما بتخاف من المايه؟ ماما خايف من البحر. تخاف من البحر؟ اخرها البانيو. تعوم في البانيو. سقفوا له عشان هو سباح كبير عالمي. ربنا يخليه. الله يخليك. انتوا منوريني. ميرسي ميرسي ليك. انت جيتي لي النهارده. ميرسي ليك. ربنا يخليك. الله يخليك. هيو مره ثانيه. اتفضلي. لا استنى استنى. نتصور مع بعض صوره. طبعا. السيلفي بتاعنا. سيلفي شارع الشريف. اعمل لهم باي باي. باي باي. اتفضلوا. ميرسي. تاني ام النهارده معانا ماما اماني احمد. ازيك يا ماما اماني؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. وخلينا نرحب بمريم نصر. هتقفي جنبي ولا جنب ماما؟ جنب ماما؟ طب روحي احضني ماما يلا. انا مش هنفعك ماما اللي هتنفعك. كلمينا عن بنتك مريم. مريم قبل ما تكون بطله وقبل ما تكون حاجه هي احن واكبر حاجه، يعني مش قادره اوصف لك شعوري انها احلى حاجه في الدنيا لي. ويمكن انا مريت بظروف مرت جامده جدا واللي احيتني وخلتني اكمل حياتي ان انا مش خايفه عليها. هي بطلة سباحة وبتلعب تنس طاولة وبتلعب بولينج. وبسم الله ما شاء الله مدام باشمهندسة أمل يعني عاملة لنا ايفنتات رهيبة. الولاد بيرقصوا وبيغنوا وبيطلعوا طاقتهم كلها غير الرياضة يعني، فاحنا بنشكرها طبعا جدا طبعا جدا طبعا جدا طبعا. يا أمل يا جامد. ومريم عايزه تقولك حاجه. قول يا ماما. انا بجد كلكم بحبوك جدا وبحب ماما قوي. احب بجد انا بحبها قوي. شكرا قوي يا عادل الام والله بحبك قوي ماما ست الحبايب. يا حياتي. ربنا يخليكم لبعض. ميرسي. اتفضل اتفضل. طيب ما خدناش السيلفي. تعالي اهو تعالي اهو. سيلفي عيد الام في شارع الشريف. ثانك يو. اتفضل. يلا. طيب عندنا دلوقتي ماما هند محمد. اهلا اهلا. ومصطفى محمد فين؟ يا مصطفى. حيو مصطفى تحيه كبيره. لا لسه عشان شبكه تحت. هتقف جنبي ولا جنب ماما؟ اختار. جنبي؟ اقف جنبي. انت جميل. وايه الشعر الحلو ده؟ كيف شعري بقى لونه كده يا منورانا يا استاذه هادي؟ تسلم. ربنا يخليك. احكي لنا كده عن مصطفى ابنك الجميل. مصطفى محمد عبد الحميد، 9 سنين، اعاقه حركيه، مولود كده. مصطفى سباح بطل وفنان جميل، بيحب الغنى جدا جدا. بيغني في الاوبرا واشترك في اكتر من ايفنت مع باشمهندسه امل. خليه يغني لنا دلوقتي. هيغني لك انت، هيهدي لك الاغنيه دي. هتغني ايه؟ شكرا. يلا قال يعني انا مش لابس مايك والناس ما سمعتش. يلا. شكرا 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 يا امي. شكرا 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 يا امي. شكرا شكرا شكرا
شكرا يا امي، شكرا 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 يا حبيبتي، لو تعرف حضنك بيدفيها ازاي، او كلمة حلوة بتفرحها ازاي، عمرك ما هتنسى انك تقولها، واوعى تقول اصلي مشغول، كلمة حلوة سيدها قولها ليها، سمع الكون. شكرا 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 يا امي. برافو يا مصطفى، فضل يا حياتي. لا استنوا، سيلفي الشارع. واحد اثنين ثلاثة، فك هنا فك. ميرسي، نورتيني وشرفتيني. انزلك ولا انت لوحدك؟ ها ايوه، بس كده سقفوله تاني. ماما كريمة نبيل، اهلا اهلا. زي حضرتك، منوره، تسلم بوجودك. اتفضل يا نور يسري. معايا ولا مع ماما؟ مع مين؟ تقفي معايا ولا تقفي مع ماما؟ مع ايوه، ولا احنا الاثنين؟ احنا الاثنين؟ تيجي مع مامي؟ طبعا يلا مع ماما. استاذة كريمة، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. كلمينا عن نور. نور حياتك. سندروم نور حياتي، وحضرتك اكيد عارفها. هي خليها تبص. بص يعني بتلعب سباحه وبتلعب جري، وبتشترك مع المهندسه امل في الملتقيات الجميله اللي بتعملها لنا. بتحب الرقص قوي، بتحب الغنى، ويا رب تبقى بطله. يا هي بطله اصلا. هي بطله صح؟ صح صح. بتحبي نور احلى قوي؟ حاجه في حياتنا. بتحبي رقص قوي؟ اه. طب حضرتك ممكن تمسكي الورق ده؟ اه. حطوا لنا حته سوي كده، حته سوي. تعالوا سيلفي الشارع. فين باباك؟ اهلا وسهلا. تعالى حضرتك برضه، العيله كلها. اهلا يا فندم. اهلا اهلا حبيبي، وانت طيب وصحه وسلام. ربنا يخلي لكم نور. هنبص عندها هنا اهوت. يلا، بطلت فيلم نور، اسم نور، عامله فيلم قصير فايز في باريس، مهرجان الاذاعه والتلفزيون في باريس، وحجزت على جائزه مارتن فليبي، وفاز في مكناس، مهرجان مكناس الافلام القصيره. ما شاء الله، ربنا يخليها. الله يخليك. سيلفي الشارع بقى. يلا عيلة نور، اهلا وسهلا، نورتونا. تسلم يا حبيبي. اتفضلوا اتفضلوا، كل سنه طيبين، ربنا يخليها لك. تسلم يا حبيبي، تسلم. طيب بعد ما اتعرفنا على نور وعيلتها، عندنا ماما ساميه فريد. ماما ساميه فريد منورانا. منوره بيك. اهلا بيكي. انا قلت اسم صح ولا غلط؟ ساميه فريد صح. اه صح. بس هترفعي المايك. انت دلوقتي ساميه فريد. خلاص انا مذيعه دلوقتي، وعايزين ماشي. اول مره ابقى مذيعه. شيرين ويسا. يا شيري، اوفا. معايا ولا مع ماما؟ اتوقف مع شريف ولا ماما؟ طبعا راح ماما. قالت لك ماما. اهلا بيكي. اهلا بيكي. كلمينا عن شيرين. شيري بنوتي جميله، اللي زي ما حضرتك قلت انا محظوظه ان انا عندي بنت زيها، واحنا كلنا محظوظين. قد ايه الحياه جميله معاهم فعلا، وحقيقيه ورائعه. وطبعا هي بطلة السباحة، بطلة جمهورية السباحة، وبتلعب رياضات تانية، تنس، وفاشونيستا. فاشونيستا لا ياس. طبعا على الموضة خالص. لا كل يوم لازم تشيكيني انا رايحة، وعاملين شعرنا وعاملين حاجات وميك اب وايه منورينا. كل سنة وحضرتك طيبة. وانت طيب حضرتك. ناخد سيلفي الشارع وعيد الام. يلا شيري وماما. ايوه كده حبيبتي. ميرسي. اهلا وسهلا. انت ما بتقدرنيش. ربنا يخليها لك. اتفضلي يا شيري. طيب عندنا ماما نهله محمد. اهلا 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 بيك. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ تمام. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. وعايزين نادين ناجي. ايه الحلاوه دي؟
معايا ولا معاها؟ ايوه بقى بصوا بقى بصوا جد خلاص دي بتخش صح على دول بيدلعوكي يقولوا لك ايه؟ يا نودي يا نودي يا نودي استاذه نهله كلميني عن بنتك الجميله نادين احلى بنوته اسمها نادين في الدنيا ايوه وبطله سباحه وبطله كاراتيه وبطله تنس طاوله الله اكبر ما شاء الله بتلعبي كاراتيه ورينا حركه وريني حركه وري له حركه يا دودو كاتا يلا اعملي له كاتا البسها داي اوعي تضربيني بس من بعيد ها يلا يلا يا دودو واحد اثنين يا اختي ايه الدلع ده يا اختي ربنا يخليها لك اهلا وسهلا بيك اهلا بيك ناخد سيلفي الشارع ناخد سيلفي يلا ايوه الندنوده جميله ميرسي ميرسي ايه عايزه تقول حاجه بصي بصي للناس انا بحب ماما كل سنه هي طيبه وانت طيبه وهي بحبها قوي والصلاه ساعتين ان شاء الله يعني نورتون اتفضل وعندنا ماما الهام كامل وازاي حضرتك الحمد لله كل سنه وحضرتك طيبه منورانا ام شرفانا شكرا لحضرتك ربنا يا ام عبد الله ايمن عبد الله معايا ولا مع ماما ماما يلا روح هو ماما بقى حته واحده لازقه فيا ربنا يخليه لك ربنا يخلي حضرتك كلمينا عنه عبد الله ولد على بنتين بمجرد ما جبته غير حياتي 180 درجه اتقلبت حياتي خالص للاحسن للاحسن بكتير طبعا. وللافضل بكتير سباح وبيلعب كره قدم ومسجل اهلاوي زملكاوي اهلاوي طبعا زي بابا كده لا نطرد من البيت ولسه مسجل جديد في المباراه التايكوندو ان شاء الله اهلا وسهلا اهلا بحضرتك مشرفينا ربنا ربنا يخليه لك يا امي يا عزيزه شكرا لحضرتك ربنا يخليك معانا اخته كمان ممكن فين اخته اهي رضوى تعالي يا رضوى تعالي يا رضوى شافوا رضوى كل حاجه ده انت اخت البطل اهلا وسهلا تعالي اقفي بقى جنب اخوكي يلا وناخد مع بعض سيلفي الشارع سيلفي عيد الام عندنا في 14 هنا اهو ميرسي 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 كل سنه وانتم طيبين اهلا وسهلا اتفضلوا طيب عندنا استاذه ماما زمزم سليمان ايه حضرتك كل سنه وحضرتك طيبه انا سعيده ان انا شفتك انا اولا والله على راسي الله يخليك كلكم على راسي ربنا يخليك اهلا بيكي حضرتك مامة مصطفى احمد سقفوا لمصطفى ايوه بقى ماما شكلها بتطبخ كويس عشان انا شايف الكرش كبر ممكن ايه تعالى بس ممكن اقف مع عمي شويه الغلبانه دي حبيبتي بيقول لي ممكن اقف مع الغلبانه حبيبتي دي اقول له ايه حبيب قلبي لا انا عايز حضن جامد قلبي حبيبي ربنا يخليكوا لبعض ربنا يخليك كلميني عن ابنك الجميل مصطفى بطل سباحه وبطل سله وبطل حياتك بطل عمري يا رب يخليهولك يا رب وخد جايزه المهرجان 27 في الموسيقى العربيه وهو بيتدرب مع دكتوره رتيبه علا الحفني بنت الاستاذه رتيبه الحفني والحمد لله ربنا كرمني بيه الحمد ربنا لله ربنا نحمد هو ربنا جميل. ربنا يخليك وهو على فكره احنا علمناه سلوكيات وربنا على الفطره وهو دلوقتي اللي بيعلمنا سلوكيات صحيح. وكل الناس بتتعلم منه سلوكيات زي ما أنا جميله قلت في الاول احنا بنتعلم منهم الحمد لله تعالى جنبي بقى في الصوره ممكن ولا بين احنا الاثنين هننجزك يلا سيلفي شارعنا ميرسي كل سنه وانتم طيبين اشكركم ميرسي باشمهندسه امل انا بشكرها ان هي بتمنحنا وخلتنا شفنا الناس الحلوه دي وبنشكر سياده الرئيس لان هو فعلا ادانا برك الامل وهو اللي حسسنا بذاتنا وحسسنا ان احنا لينا قيمه في البلد الحمد لله انتوا على راسنا اتفضلوا اتفضل طيب عندنا دلوقتي ماما فاطمه محمد حيوها ازي حضرتك الله يسلم. كل سنه وانت طيبه طيب وعايزين احمد جمال يا ابو حميد تعالى ازيك اخبارك ايه ربا. انت كويس تقف جنبي ولا جنب ماما اه جنبك ايوه بقى ايوه بقى ازي حضرتك الله ربنا يخليه لك ويبارك لك فيه الله يخليك على راسنا شكرا يا حبيبي كلمينا بقى عن ابنك الجميل احمد احمد من ساعه ما جه هو في منتهى الجمال عنده كام سنه
عنده 27. 27؟ آه. بس شكلك اصغر عشان ماما مدلعاك صح؟ هو نور حياتي بصراحه من ساعه ما جه في الدنيا دي وهو مغير حياتنا كلنا. يا ربنا يخليه لكم. الله يخليك يا رب. بطل سباحه وكمان بيلعب بينج بونج، بيلعب كاراتيه والحمد لله. ربنا يخليه لكم. الله يخليك. اسعدتونا النهارده. ميرسي يا حبيبي. ميرسي. تعالوا نتصور مع بعض. يلا. سيلفي الشارع، سيلفي الشارع. اتفضلوا. اهلا 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 بالبطل الجميل. نورتوني. ثانك يو. ميرسي. صحيح طيبه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اشكرك. طيب اخر ام معانا في العشر امهات الاولانيين ماما شيماء عدلي رمضان. انت عندك اربع اولاد؟ عندي اربع اولاد. كلميني عنهم. عندي كنزي هي الكبيره. ممكن عندها تيجي ولا لازم انت تقول لها؟ كنزي تعالي. تعالي يا كنزي. كنزي ومعاها طب عايزه تشربي هجيب لك ميه. ومعاها محمد. ومحمد. تعالي محمد. تعالي يا محمد. انا ماسك ايديكو. يلا تعالي هوديك عند ماما وهجيب لك ميه. نعم. صلى الله عليه وسلم. عليه افضل السلام. يلا تمسكيها بقى اقفي جنب ماما وانا هجيب لك ميه حالا. يلا صلى عليه وسلم. يلا كنزي هي الكبيره بتاعتي. كنزي توحد. كنزي بلايند. كلنا بالعربي. بالعربي. كنزي محمد عادل. خليها تقول. شفتي؟ خليها تقول. شيماء عدلي رمضان. ما ده اسم ماما. صح كده؟ والله ليا افضل. افضل الصلاه على الصلاه والسلام. كنزي كف بصر. كنزي متلازمه توحد. كنزي ما كانتش تمشي، ما كانتش بتتكلم. هي اكبر اولادي. عليها افضل. عندي زهوه كويسه الحمد لله في ثانيه اعدادي. عندي محمد عبد الرحمن. في الصف الخامس الابتدائي وهو فنان، وهو اللي كان اكتشاف استاذه امل مبده اللي غنى اغنيه نفس الحروف. كان قدام سياده الرئيس. كان قدام سياده الرئيس. الرئيس ساعتها عينيه دمع. ايوه. اوكي. ومحمد معايا. محمد بلايند برضه. ممكن اشيل محمد ولا مش هيرضى؟ شيل. ممكن اشيلك يا ام محمد؟ شيل. ها؟ عشان تصور معايا. عشان تصور. ممكن؟ طب خلاص. لا ما انا مش عايز يعملوا حاجه مش عايز. بس انا على النبي يا عم. عليه الصلاه والسلام يا حبيبه قلبي. عليا افضل. محمد افضل الصلاه والسلام. برضه كف بصر. كنزي. محمد كف بصر. بس ربنا يخليهم لك. ربنا يخليك. انت ام عظيمه. ربنا يخليك. عظيمه. وكلنا فخورين بيكي. ربنا يخليك. ربنا يخلي لك ولادك ويحفظهم لك. اللهم امين. وانا فخور بيكي قوي وكلنا فخورين بيكي قوي. ربنا يخليك. بجد. شكرا لحضرتك. بجد. انا عايزه اوجه من هنا تحيه. طبعا تحيه لحضرتك وتحيه للاستاذه امل مبده، هي اكتشاف عبد الرحمن ابني. وعايزه اوجه من هنا تحيه للسيد رئيس الجمهوريه على طبعا التفاعل مع الاولاد، ولادنا ذوي القدرات الخاصه. وعايزه اقدم تحيه من هنا للاستاذ هشام جمال والاستاذ مادي والاستاذ بشوي، ومن يعني كل الناس اللي وقفوا جنب ابني انا بشكرهم من خلال حضرتك. احنا اللي بنشكرك. احنا بنشكرك. ممكن نتصور مع بعض؟ كنزي ممكن تيجي تقفي جنبي؟ تعالي اقفي جنبي. ممكن. عمي صلى على النبي. عليه الصلاه وافضل السلام. بس انا عايزك تبصي. ايوه عايزك تبصي للكاميرا عند امك. بصي. عمي صلى على النبي. لفي كده. لفي بس كده. ايوه انا اسف. اهو. ايوه سقفوا لها جامد قوي. الكنزي. كنزي جميله. عليا افضل. قولي عايزه. عليه افضل الصلاه والسلام. عمو صلى على محمد. عليه الصلاه وافضل السلام. صلى على النبي يا عم. عليه الصلاه وافضل السلام. انا مبسوط بيكي قوي ومبسوط ان انت جيتي لي النهارده. شريف يا عمي. انا شريف. شريف. ايوه. صلى على النبي. عليه الصلاه وافضل السلام. سيبيها. صلى الله على محمد. عليه الصلاة وأفضل السلام. عايزة تقفي معايا هنا ولا تقعدي؟ شريف صلى على النبي. عليه الصلاة وأفضل السلام. 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 عليه أفضل. عليه أفضل الصلاة والسلام. حيوها تاني. تعالي. شكرا يا شكرا. صلى الله عليه محمد. عليه الصلاة وأفضل السلام. طيب احنا كده تعرفنا بعشر أمهات. ماما أميمة، ماما أماني، ماما هند، ماما كريمة، ماما سامية، ماما نهلة، ماما إلهام، ماما زمزم، ماما فاطمة، ماما شيماء. عشر أمهات عظام على راسنا من فوق وتاج على راس المصريين كلهم. خلونا نسمع أغنية ونرجع لكم بعد كده
نتعرف على باقي الامهات اللي معانا. بس بعد الاغنيه هنرجع لكم نشوف هديه من الهدايا اللي معانا، وكده نتعرف على الامهات اللي معانا. جاهزين؟ اسمعكم حاجه حلوه، هنهيص مزيكا.